أنه فما خطأ منهجي على مستوى خطاب السيد رئيس الحكومة. كيفاش؟ لأنه يعتمد على ميزانية 2020 اللي هي ما عادش قائمة الذات، لأنه الفرضيات اللي بنيت عليها هي فرضيات تبدلت. نسبة النمو ما عادش 2.7%، نسبة النمو إلا 4 ولا 5 3%. السعر العالمي للبترول ما عادش 65 دولار، ولا في حدود بين 30 و25. يعني إذا كانت تبدلت الفرضيات، الميزانية اللي هو قاعد يستند عليها ما عادش قائمة الذات. وبالتالي به الإشارة بتاعك سيدة، خاطر الفرضيات لازم تكون زادة في الاتجاهين، ولكن على الأقل هو لليوم طوق ما عملش قانون مالية تكميلي مطالب بتعبئة الموارد نتاع 2020 اللي لازمين المونطون هذاك يلزم، هو المفروض فيه قبل ما معناها يبداو لي زونجاجمون لي زاكور لي بروتوكول داكور، يلزمهم قبل ما يجي العام الجديد. في دول اخرى ان شاء الله دخلتونا وقت باش نحكيو على قانون مالية تكميلي، احنا بطبيعتنا باش نحكيو عليه قانون مالية العادي. احنا تو ما باش نوريك اللي احنا ولينا نستخفوا بالميزانيه العموميه في حاله عاديه، تو اولا ولينا في استثنائيه، وبالتالي لا يمكن الاستناد الى قانون ماليه لم يعد قائما. شنو عملوا له؟ لوحوه هكا سيده؟ كان من المفروض انه في بدايه الازمه الكوفيد لما تغيرت المعطيات تعلق العمل واصبحت الفرضيات غير واقعيه، كان من المفروض تصحيح المتفقين. مثلا اليوم عندك قانون مالية فيه يلزمك تحط 8 مليار دولار و500، انا زيد نعطيك من واجب الدولة وان تزيد مليارات و300. عندك رسالة النوايا، ما تنساش رسالة النوايا اللي هي التعهدات اللي مشات اللي تعملت فيها كل الخطوط العريضة على مستوى التوجه اللي فيها تنقيس تقليص نتاع الاستثمار. لا انا نحكي على السؤال، لا هو نرجع في السبل نتاع الانعاش.